الموجز الإخباري من القدس دوت كوم، أهلا بكم. تستأنف في القاهرة اليوم الأحد المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين لمحاولة التوصل إلى هدنة طويلة في قطاع غزة، بدلا من وقف إطلاق النار الذي ينتهي منتصف ليل الاثنين الثلاثاء. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد أن إسرائيل لن تتوصل لأي اتفاق تهدئة طويل الأمد مع فصائل المقاومة من خلال المفاوضات غير المباشرة الجارية في القاهرة بدون رد واضح على احتياجات إسرائيل الأمنية. اقتحم عضو الكنيسة الإسرائيلية المتطرف موشي فيجلين المسجد الأقصى المبارك على رأس مجموعة من المتطرفين اليهود من باب المغاربة برفقة حراسات معززة ومشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال. أطلقت زوارق الاحتلال نيرانها بشكل كثيف تجاه مراكب الصيادين في بحر السودانية شمال غرب القطاع، ما يعتبر الخرق الرابع للتهدئة المؤقتة التي بدأت منتصف ليل الخميس. نشر البيت الأبيض على موقعه الإلكتروني طلبا لإدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، دعا فيه عراقيون إلى محاكمة رئيس الوزراء نوري المليكي بوصفه مجرم حرب لارتكابه جرائم ضد الإنسانية بسبب قتله وتشريده عراقيين مدنيين. نهاية الموجز الإخباري، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء. أينما أذهب عنواني يبقى دائما القدس. أنتم أيضا يمكن أن يكون لكم عنوان في القدس دوت كوم. ادخلوا الآن إلى mail.alquds.com. إيميل القدس، الإيميل العربي الجديد.